رجعنا لكم تاني. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. احنا النهارده في الحسين هنشتري كام حاجه كده وهنصور لكم اليوم ونشوف هنعمل ايه تاني. طبعا من غير اكل اهو. من غير طبخ بس برضه هتاكلني بره. تعالوا نشوف هناكل ايه. الصوت صورينهم بقى. لا على فكره ادي الجامع وطبعا الدنيا مقفوله بس الدنيا زحمه. هناكل فين علشان انا زهقت منكم؟ شايفين مين اللي بيجر مين على الاكل؟ يلا ناكل فين؟ حذروا فذروا ولا نطلع فندق الحسين؟ على فكره القعده فوق جميله جدا. تعال نطلع الفندق وبعد كده نبقى ننزل. يلا عشان ما نتاخرش. الراجل هيديك حاجات بخمسة جنيه عشان بخمسة جنيه. تعالي خدي الكورة عشان العين. على ايه؟ هتجيبي لي ايه؟ شوف انت عاجبك ايه. طيب خيرك اللي اخرتوه لي النهارده. عارف الدكتوره بتعمل زي كده في السلسله. قول لنا اسعار. لا لا اختار ب 35. 35؟ لعيب والله. في احنا مصريين يابا زي بعض. انت عايزاه دكتوره خليها لنا اختار. بس ما بتحاول تستنصح. 35 هو ايه؟ خمسه. يلا يا ستي نشوف مكان فين. دي الخلاخيره دكتوره، دي سلاسه. انا دي السلسله بس دي حلوه على فكره. دي ثلاث ادوار. دي عامله كام؟ دي 50 وفي دوران كده عامله 30. في الدوران دي 35. طب الحلقان فين؟ الحلقان انا مش فاهم. ايه؟ لا الحلقان. الله يبارك فيك يا دكتور. احلى فلوس. الله الحلق ده حلو قوي. انا عايز اعدي. عايز اخد الكنس. شوفوا دكتور في اشكال زي كده. الاشكال دي كلها حلوه. لنا اي حاجه بلا شكل. بص الحلق ده عاجبني قوي. ده العين. العيون كلها بصوصه. ما انا عايزاه يكون مدور مش عايزاه يكون طويل. ولا ده؟ طب قول لنا اسعار. طيب. الكلام ده اشيك. انت مش عاجبك حاجه؟ انا عجباني السلسله اللي هناك و انا بتحرق. لا هو ده بكام بعد اذنك؟ ده بتطلع شغل لوحدها. 35. وهنا الفوانيس والمفارش والحاجات دي. بتبدا من 100 وانت طالعه 250 300. في فرقه ام كلثوم بقى والاكواب والفناجين اكسسوارات. اسعار حلوه قوي. العلب الصدف. العلب الصدف اسعارها كمان جميله جدا من اطباق النحاس. الكبيره دي بكام؟ الكبيره 150. مفيش ديسكاونت. طيب افتحها في احلى ديسكاونت كمان. ربنا يخليك. في طفايات دي استعمال. كوستر استكانات بتاعت القهوه والشمس كل حاجه. بص اي حاجه عاوزاها احنا. وطقم القهوه ده بكام؟ اللي هو ده طقم القهوه اللي فوق 250. واللي عليه العين ده ايه؟ واللي عليه العين. اللي عليه العين ده ب 300. تمام. يلا اختاروا لي. شوفي لي شوفوا لي نوع هتجيب لي ايه. لا بعد اذنك انا مش عايزه حاجه. يلا اختاري لي او هم يختاروا معانا. يلا انت عايزه الاساور دي؟ ترجمة
احنا جينا هنا علشان عايزين نجيب شنطة، هنبقى نوريكم جبنا ايه في الاخر. يلا اختاري العباية اللي تعجبك، خلينا ندخل نجيب. تعالي نشوف المحل ده. ايه رأيك يا بسمة؟ انا كنت عايزاها سودة. تحفة، اختاري اللي تعجبك. انا شايفة السفرة دي حلوة قوي لو في منها اسبوع، او اللي فيها لونين دول حلوة قوي جدا. الحاجات تحفة والاسعار تحفة. وممكن تنزلوا، تعالي ده في عنده عبايات سودة. انا عايزاها بالستايل الخليجي ده يا بسمة. احنا كده دخلنا بقى على شارع الذهب، في حاجات جميله جدا. عايزين ساري خليجي، جيب لي دي. ساري خليجي. انا هجيبها لك، اوعدك ان انا هجيبها لك. احنا عايزين الحلقانه. انا بحب الحلقانه المدوره الطويله دي. ما هو فين المحل الفضة اللي انت عايزاه؟ ده لسه قدام. وهنا الفضة، الأنسيالات دي جميلة جدا، وفي سلاسل كمان. احنا جينا شارع المعز علشان عايزين نتصور، هنبقى نحط لكم الصور في الاخر اللي احنا اتصورناه. بجد هنا الصور جميلة جدا. واخيرا لقينا حبيشة وهنتصور بقى صور جميلة جدا. مستنيين دورنا وهنفرجكم على الصور في الاخر. بس ما بتاخد فوتو سيشن مع الكلب. انا بخاف جدا من الكلاب والقطط، ممكن اموت، ما اقدرش اعمل زيها كده خالص. نصيبك يا بسمة. كده بقى احنا خلصنا الفوتو سيشن بتاعنا، صورنا صور طلعنا عينه. بس بصراحة المكان ده هو حبيشة وبس. ايوه بيصور صور حلوة جدا والصور هتعجبكم. احنا طلعنا عينيه بس هو فعلا استحملنا. اسعاره حلوة يعني غير كل
الناس اللي هنا اسعاره حلو، ممكن لو حد جه هنا احنا قالوا عليه الاسعار هتعجبكم، وهو بجد انسان ذوق قوي. بصوا المنظر بالليل، المنظر فظيع جدا. هنستناكم تقولوا لنا رايكم معانا في اليوم، ويا رب نكون بسطناكم. ولسه بقى هنروح نشوف هنعمل ايه دلوقتي. السلسله دي داخله دماغي من ساعه ما جيت هنا، هو عمل لي خصم عليها هيحسبها لي ب 35، بس ده ضغطني ومش بيصدق، بيقول لي لو غيرت اجيبها تاني فهاخدها بقى. كده احنا بنختم يومنا، اخر حاجه بنرسم الحنه معاها رسومات حلوه، فتشجعنا كده وقلنا نرسم. هترسمي الرسمه؟ طبعا ده كفايه ذوقها. هنوريكم بقى الرسمه في الاخر. كده خلصنا الحنه، ونهى رسمت وانا ما رسمتش. الحنه بتاعتها سودا، انا بحب الحنه السودا، بس بسمه ما رسمتش، كانت عايزه رسمه معينه كده، بس هتاخد وقت واحنا مستعجلين. هو ده المحل بقى دلوقتي، هنشوف حلق كده انا عايزه اجيبه وهنروح. وكده يومنا خلص كده، خلاص مروحين. انا زعلانه ان انا ماشيه، مش عايزه اروح اصلا، بس انا الجو جميل. تاني في رمضان الجو حلو، والدنيا دلوقتي مش زحمه قوي، هي كانت زحمه اول ما جينا بس. جينا وهنروح بقى، ويا رب يكون اليوم عجبكم، ونشوفكم على خير في فيديو جديد.